كابتن مجدي، سهلة المباراة المفروض ما نقلق؟ على الورق طبعا سهله، وبيني وبينك وجود مش هبص على مومباي الهندي، لكن هبص على الهلال نفسه. الهلال هو اللي في ايده كل شيء في المباراه، الهلال يسهل المباراه عن نفسه او يصعبها، لكن في اوقات الهلال بيبقى ليه يعني دروس كده بتبقى صعبه شويه، هو اللي بيحط نفسه فيها. اخر فتره يعني لو كميه الفرص اللي الهلال بيخلقها لنفسه جاب بس ربعها، كل ماتش بالنسبه له خلاص 3 4 مستريح وهو حاطط رجل على رجل. انا نصيحتي لخيسوس ان بكره مباراه حاجه من الاثنين، يا اما تخلصها بسرعه يا اما تريح لعيبه مهمه في الفريق، لانك انت عندك مباراه يوم الجمعه مع النادي الاهلي. من وجهه نظر شخصيه هي ب6 بونت للفرقتين، فرقه هتنط على صداره الدوري وفرقه ممكن ترجع وتقرب من صداره الدوري فرق نقطه واحده. فعلى الهلال ان هو لازم خيسوس يختار اللعيبه اللي شايف انها من وجهه نظره ان هي اصلح للمباراه دي، وفي نفس الوقت يبدا يريح جزء انت من ايش تعمل؟ اللعيبه. انت ايش تعمل؟ أنا تنزل بالاساسي وتخلص وتريح اللاعبين ولا تريح لا انا سيب، انا ممكن ابدا عادي باللعيبه اللي هي ما بتلعبش فتره كبيره، ولو المباراه صعبت او فيها مشاكل ممكن انزل لعيبه شوط ثاني 30 دقيقه 35 دقيقه، لانك اكنك بتتمرن بالظبط يا وجود. يعني لما لعيب بيلعب 35 دقيقه او 40 دقيقه وبالنسبه له اكنه اتمرن تمرينه عاديه في الملعب. لكن بدايه المباراه دايما مع الفرق، دايما هتلاقي فرق متكتله، هتلاقي فرقه عاوزه تلعب جامد، عاوزه تحاول تاخد نقطه من الهلال. فانا من وجهه نظر شخصيه هي دي بقى وجود المشكله، لان انت خلي بالك الفرق دي بتلعب كل 4 ايام مباراه، فالمباراه الدنيا مش سهله. وعاوز اذكر ناس بحاجه ممكن ناس يعني تفهمها صح، بس مورينيو في سنه من السنين مع تشيلسي ابو جود كسب 18 مباراه 1-0، 18 مباراه 1-0. ففي اوقات الملعب او المدرب او اللعيبه في اجهاد، في مشاكل، عشان كده دايما بيقولوا الروتيشن مهم جدا. اللعيب المهمه اللي انت شايف ان انت لن تريحها في مباراه زي دي، وانت لو انت دارس فرقه مومباي وفرقه متزايله المجموعه وتقدر وبتلعب في الهلال في السعوديه وتقدر تريح لعيبه، مهم قوي تريح لعيبه. مش مهم ان انت تكسب 4 5-0 و6-0 وتعمل اداء واو في كل مباراه، لان ده مش هيسعفك. هيبقى في اجهاد، هيبقى في ذهنيا اللعيبه مش في احسن حالاتها، لعيبه بتلعب باستمرار راجع من منتخبات، فده كله حسابات يا وجود لازم المدرب يدرسها كويس قوي 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 عشان يقدر يدي القرار الصح، عشان بعد كده يبص لقدام. لانك انت لما تيجي تتعامل مع وجود مع مباراه ما بتتعاملش على مباراه واحده، انت عندك سيستم كامل وعندك جدول كامل، عندك عارف التوقفات الدوليه وعارف المباريات المحليه واهميتها وايه المهم وايه اللي بالنسبه لك مش مهمه قوي، وبطوله اسيا نفس الكلام. فانت عندك كل الجدول محطوط قدامك، فاختيارات اللعيبه وجود عليها عامل كبير جدا، وحته الروتيشن عشان تعرف تطلع من المباراه في الاخر باللي انت عاوزه.